يعني كنا دارسين الفريق تاع اسفي مزيان، دار بداية الموسم جد مميزة. الشوط الأول بديناه مزيان كما بغينا حنا، ضربنا على الخصم، جانا بيت، عاود خدينا بيت في بلاريتي، كانت غلطة تاع اسم لأن بلاريتي دايرهم أنا بالأسد، اسم اسم. كانت درنا خطا في التدخل. الشوط الثاني مشى مزيان حتى الدقيقه، يعني حتى نخدينا البيت. البيت فطال، كان يعني قاتل في وقت قاتل. وكنت حذرت ولادي على لي كونتر، وحذرتهم على السرعه تاع اللاعبين تاع اسفي. لكن اليوم الشيء اللي كان يعني لافت النظر عندنا وكان انيدي عندنا هو الدفاع، لان اليوم انا لعبت بغير ثلاثه مدافعين اساسيين، كريم معدي مصاب من المباراه الاخرى، ومساوي مصاب، وعندي ركراكي معاق. يعني كانوا عندي تروا ديفونسور خارجين، وليت لعبت سيمومي اغوش هو درواتي، ولعبتو اغوش لان ما عنديش، ولعب بكر هلالي ولعب. كل حال مبروك الاسفي، كانوا بيان جوي لو كو، كنا قادرين نسجلو قبل ما يسجلو لنا هما، لكن اونكور اون فوا الحظ دار الظهر علينا. شكرا. السؤال الأول دائما للشركة الوطنية لبحاجة المدرسة، هو وكالة المغرب العربي للأنباء مع فريق بحاجة الأركان في العرض وسط الجمهور. أعتقد الحمد لله أن فضل المدرب سبحانه وتعالى. بشكر اللاعبين، بشكر الجمهور، بشكر الجهاز الطبي والفني، بشكر المكتب على كل العمال وغرف اللبس، لأن بصراحة الكل بيتعب بقالنا فترة بنلعب. الحمد لله رب العالمين كل مكتب، والحمد لله. الشكر اللي على طلب منكم. شكرا.